تمام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدي قناة بفريكونسي. سأقدم لكم أحبائي تردد قناة تبحثون عنها هذه الأيام، سأل الكثير عنها منذ بداية دخول الشهر الكريم. صلوا على الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، عليه أفضل الصلوات وأزكى تسليم. إذن نمر مباشرة إلى تقديم التردد وبدون إطالة. نأخذ من القائمة الرئيسية منيو التركيب، ثم قائمة بي، ثم نضيف التردد 10/9/22، معدل الترميز 27500، والاستقطاب عمودي أو رأسي أو حرفي. والاستقطاب عمودي كما قلت في هذا التردد، تظهر عليه قناة سميرة تي في، كذلك قناة زهرة تي في. مشاهدة طيبة وممتعة أتمنىها للجميع أحبائي على قناتي وعلى جميع قنوات النايلسات. سأوافيكم بالجديد في حينه، لا تذهبوا بعيدا. أمسية سعيدة أتمنىها للجميع، إلى اللقاء.